كاشطة بحرية ذكية تجمع المخلفات العائمة في خور دبي والقنوات المائية للإمارة تقدمها بلدية دبي، تم إنتاجها محلياً بأيد إماراتية بالتعاون مع مصنع الختان لصناعة القوارب، تعمل من خلال جهاز تحكم عن بعد وبدون طاقم على متنها. وتتميز الكاشطة بنظام مسح بحري ذكي يمكنها من التعرف على مواقع المخلفات والمباشرة في عملية إزالتها، ونظام تفاعلي يمنع التصادم بشكل تلقائي، إضافة إلى إنتاجية عالية تمكنها من جمع ونقل 1000 كيلوغرام من المخلفات البحرية العائمة، فضلاً عن كونها صديقة للبيئة. التحكم في هذه الكاشطة البحرية يتم عبر عدة تقنيات تم إضافتها، أولاً من خلال غرفة التحكم اللي موجودة في المكتب، حيث يسمح للمشغل بوجود آلية تحكم ومراقبة توجه القارب وجمع المخلفات، بالإضافة إلى وجود أجهزة استشعار على الكاشطة التي تسمح بضمان السلامة البحرية، بالإضافة إلى مواقع رصد المخلفات. تسخر بلدية دبي كافة جهودها وإمكانياتها لتقديم خدمات بلدية متكاملة وفعالة وفق أعلى المستويات لتقليل التلوث البحري الذي تسببه المخلفات العائمة، بما يحافظ على استدامة البيئة البحرية والطبيعية في الإمارة. الكاشطة البحرية هذه يمكنها جمع ما يقدر ب 1000 كيلوغرام من المخلفات في دورة العمل الواحدة، بالإضافة لوجود حزام ناقل يمكنها من رفع 300 كيلوغرام من المخلفات في كل عملية. تخصص البلدية أيضاً فريقاً لمتابعة نظافة القنوات المائية والخيران التي يبلغ طولها أكثر من 35 كيلومتراً، يتكون من 12 كابتن بحري و25 عاملاً وبحار و12 آلية بحرية لتأدية مختلف مهام التنظيف اليومي وفق خطة عمل ومتابعات ميدانية مستمرة. تجسد الكاشطة الذكية الجهود المتواصلة لتوظيف حلول مستدامة تطور من كفاءة العمل البلدي وتدعم من خلاله مستهدفات الإدارة المتكاملة للنفايات. لمركز الاتحاد للأخبار، ناصر الرميثي، دبي.